السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مينا سان كونيتشيوا اسمو رياتو كوزايماس كيونو ريش بيوا وكايو تسكري تايتو مويماس دوزو سايغو مادي ميتي دوكو داسايني يورشكو نياشماس. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطبق اللي هو غني عن التعريف في اليابان، شوربة ديال الرز اللي تيسميوها اوكايو، وهاد الشربة تيديروها لتقوية المناعة ومحاربة الزكام. مثلا الى مرتشي حد بالبرد وما عندوش ما تتكونش عنده الشهيه، صراحه تجي هاد الشربه زوينه بزاف وصحيه وغير بمقادر زعما بسيطه، ماشي ما فيهاش بزاف. ها انتما كما كتشوفوا عندي هنا الدجاج على حسب الرغبه، وعندي البصله والزنجبيل، وعندي شويه ديال الرز، وعندي هاد الخضره اللي هي سميتها حكساي. نتوما يمكن لكم غادي ديروا البروكولي او الكرب. وهاد الشربه راه ما تنديرش فيها التوابل، تندير فيها غير الملح صافي، والملح راه تتبقى على حسب الذوق. وعندي خيزو وليزيبينا، نتوما يمكن لكم غادي ديروا اي خضره بغيتوها. ها هي الشربة ديالنا وجدات، نتمنى تعجبكم وتجربوها، وشكرا دائما على المتابعة ديالكم، الله يحفظكم. وكايو دي كيماشتا شوكيو كنايتو كيزي كي تسكتي ميتي كوداسايني توتي مو ايشي ديس مينا سان اتسمو ارياتو كزايماس سايونارا ماتاني. Thank you.
وهذه واحد الخضرة مرقدة تيقولوا ليها زاساي. هذه ماشي من الضروري باش غادي ديروها نتوما، هما ضروري تيديروها في هاد اوكايب. كوكو ديزا سايتا اشتراتو تيم اوشي ديس.